نعم، عمران خان اليوم حوكم مرة أخرى بقضية أخرى، وهي قضية تسريب معلومات الدولة وأسرار الدولة، وهي المحكمة التي عقدت في سجنه في مدينة أتوك الباكستانية. وبناء عليه تم يعني الإعلان عن تمديد فترة التحقيق بهذه القضية لمدة 2 أسبوعين، 14 يوما، إلى 13 من سبتمبر المقبل. وهو بناء على ذلك عمران خان سوف يبقى في السجن. عمران خان محكوم عليه لمدة 3 سنوات في قضية توشا خانة، وتم الإعلان أو المحكمة أصدرت حكما بإطلاق سراحه في تلك القضية، إلا أنه لم يتم إطلاق سراح عمران خان مباشرة، وكان الموعد هو 31 أغسطس الجاري، أي يوم غد. إلا أن المحكمة التي عقدت اليوم مددت فترة التحقيق في قضية تسريب مع أسرار الدولة إلى 13 من سبتمبر المقبل. بناء عليه سوف يبقى عمران خان إلى في السجن إلى ذلك التاريخ، ومن المتوقع أن تمتد فترة بقائه في السجن ضمن هذه التحقيقات التي والمحاكم التي تجرى في هذه الفترة ضد عمران خان. الجدير بالذكر بأن 200 قضية مرفوعة ضد عمران خان، إذا هو يحاكم وهو مسجون على قضايا ويحاكم على قضايا أخرى في سجنه في مدينة أتوك.